فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وجد ماء لكنه لا يكفيه لطهارته الكاملة، فهل الأفضل له أن يستعمله ثم يتيمم للباقي؟ نعم، هذا الذي نص عليه، أنه يستعمل فيما يمكن استعماله فيه ويتيمم عن الباقي. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.